ناتاسمون في 90 دقيقة. مرحبا بكم ناس الكل، شكرا على المتابعة هذه في 90 دقيقة حتى الماضي ساعة ونص. بداية أسبوع جميلة لكم الكل، رغم كل شيء، رغم الأخبار المتقلبة حول الكورونا، رغم العرك اللي صاير، إقالة بي دي جي تونيزير. إن شاء الله جمعتكم مزيانة ناس الكل. مرحبا شكيب، أهلا بك شكيب درويش. مرحبا خليل، أهلا بك خليل الرقيق. سوفيان بن حميدة مرحبا بكم. البداية كما قلت لكم باش نحكيو على إعفاء ألفة الحامدي بي دي جي تونيزير، باش نرجعوا على الأسباب الحيثيات. كل التصريحات اللي صارت في الموضوع هو مسلسل تبعناه منذ بداية الأسبوع الفارط، بدأت باحتجاجات في تونيسير، بدأت بموضوع العقلة اللي صارت من عند الشركة التركية اللي البارح والتلبارح الأمور تصاعدت إلى درجة أنه ألفة الحامدي قالت نورجين الطبوبي من عام الاتحاد أنت الرجل غير المناسب في المكان المناسب. هل التصريحات هذه تنجم تكون هي اللي خليت عملية التسريع بإقالة ألفة الحامدي؟ نرجع بعد شوية بكل التفاصيل. ضيفنا بداية من ماضي ساعة باش يكون السيد رفيق عبد السلام، لي ستاتيو تاعو فيسبوك ديما يثير جدل. آخر ستاتيو فيسبوك وآخر تصريحاته كانت في علاقة بالمسيرة المساندة لحركة النهضة اللي بتصير نهار 27 فيفري، باش نحكيو مع المسيرة هذية اللي على ما يبدو فما شكون آخر زادة باش يهبط نهار 27 فيفري، بعد تنفهموا أكثر من خلال الزابينج. أي مرحبا بكم الكل، فرحان متغشش اليوم ماهيش باش تكون كالعادة، لأنه خيرنا أنه نطرقوا بالتفاصيل على موضوع إقالة بي دي جي تونيسير. فرحان متغشش ولا دونك ألفة الحامدي تقرر إعفاؤها بسبب عديد الأخطاء، منها نشر وثائق وخرق واجب التحفظ. ألفة الحامدي كما يقول وزير النقل رفضت القدوم للوزارة اليوم لحضور اجتماع مبرمج، وعلى ما يبدو خيرت أنها تقوم بالندوة صحفية. الندوة الصحفية ذي ما صارتش، بعد شوية باش تلتحق بنا أحلام العبدلي باش تحكي لنا كيفاش كانت موجودة هي. دايق أحلام 7:30 طلبوا من الصحفيين أنهم يلتحقوا بمقر تونيسير على خاطر فما ندوة صحفية. يخرج من بعد المكلف بالاتصال يمكن في تونيسير وإلا ما نعرفش حاسلو شرط، صارت شربيكة كبيرة. المفيد ما صارتش ندوة صحفية، وفي الأثناء نسمو أن وقع إقالتها. سفيان كيفاش تلقيت الخبر؟ على خاطر فما برشا الناس تقول كنا ننتظر ذلك من خلال التصرفات نتاع ألفة الحامدي، من خلال طريقتها في الاتصال كان متوقع أنه باش يقع إقالتها؟ أكثر من متوقع، ما كانتش تنجم تكمل على رأس شركة كيما تونيسير. بل أكثر من ذلك، معناها ألفة الحامدي ظهرت أنه عندنا مشكلة كبيرة في اختيار المسؤولين وفي 6 جماعات اللي قادتهم، قادتش برشا، 6 جماعات على أكوميلي الظهور الإعلامي، خدمة الروحة عملت الباز، وفي 6 جماعات عملت اسم. لكن عملت اسم بارادوكسالما باش يخليها أنه ما عادش عندها بلاصة في تونس وما عادش عندها بلاصة لبرا. يعني عملت اسم حرقت بيها روحها، حرقت بيها الاسم هذا. سي دوماج لأنه صغيرة، سي دوماج لانه على مونتري ان اوبورتونيزم كبير ياسر. سي دوماج انه لعبوا بها، لانه العباد اللي دازوها وحضروها ما نساوش انه ألفة الحامدي حبوا يحطوا هنا في حكومة حبيب خارجية. الجملي وزيرة خارجية يرزموها حكومة الجملي تحت، وإلا راو الضرر متاعها كان يكون ضرر يمس البلاد مش شركة فقط. وسوفيان من هنا جات تساؤل من الأول، دايوغ من اقترح تعيينها انذاك على رأس وزارة الخارجية؟ وهل يمكن أنه هو نفس الطرف السياسي ولا نفس الشخص اللي ساند تعيينها توا في على رأس تونيسير؟ لا نفس العباد، وما نبعدوش برشا. هاتوا نقولوا من ناحية سياسية حركة النهضة، لا تلف الحق حركة النهضة بالاساس. فماذا
وبالتالي معناها تو هي مشات على روحها، مشات على روحها ونعرفوها باش تمشي وما عملت حتى شيء، والتونسيان خسرت 6 جمعات مش برشا، مش برشا بعيد مؤسسة. الحاجتين، اولا اذا نشوفوا كيفاش تعينت، ثانيا اذا نراجعوا طرق تعيين المسؤولين في المؤسسات العمومية، راهو مهم برشا، مهم برشا. مثال شغلتنا المرة هذه، أما إذا نحاولوا باش يولي اختياراتنا صايبة أكثر، هذا المطلوب. شكرا سفيان. هل اختياراتها الاتصالية هي اللي خليت أنه القرار هذا نتاع الإعفاء يقع التسريع به ولا لا؟ هل البراتفير الواضح اللي عملته مع اتحاد الشغل كذلك ساهم في الموضوع هذايا؟ أحلام العبدلي مرحبا بيك، على بكري اليوم بحذينا أحلام على خطر عنا مجموعة من التصريحات في علاقة بالموضوع هذايا، إقالة بي دي جي تونسير وموضوع ندوة صحفية اللي كان من المفترض أنه الصحفيين يكونوا موجودين 7:30 تاع الصباح اليوم. أي 7:30 تاع الصباح، باعتبار وأنه البارح فما شكون اتصل من الخطوط التونسية من مكتب الإعلامي مكلف من الرئيسة المديرة العامة المقالة حاليا ألفة الحامدي من أجل الحضور لندوة صحفية باش كانت مفترض أن هي تعقد اليوم الصباح 8 تاع الصباح. مشينا للمقر نتاع الخطوط التونسية لكن ما تمش تمكينا من الدخول. الأمن غاديك الخاص بالمؤسسة منعنا من لأن احنا ندخلوا قعدنا نستناه واستنينا، معناها حبينا نعرفوا شنو مصير الندوة الصحفية هذه، هل فما ندوة صحفية وإلا لا، وهل باش يتم تمكين الصحفيين من باش يدخلوا وإلا لا، لكن ما تمش تمكينا من الدخول. ومن بعد خرج لنا شكون من المكتب الإعلامي ومن إدارة الاتصال قال أنه تم إلغاء الندوة الصحفية هذه من سلطة الإشراف أي من وزارة النقل. في الوقت هذيك كانت الأخبار تتواتر علينا أنه تم إقالة الرئيسة المديرة العامة ألفة الحامدي من منصبها، وبالفعل تم تأكيد هذايا بعد بلحظات تقريبا من تصريح المسؤول من إدارة الاتصال بإلغاء الندوة الصحفية. وزير النقل معز شقشوق كان في الوقت ذاك يتكلم في شمسة في مع حمزة البلومي، أحكى على أسباب إقالته لألفة الحامدي، أحكى زيدا على علاش تم إقالتها كيف ما قلنا، وأكد وزير النقل وأنه الرئيسة المديرة العامة المقالة رفضت أن تقابل وزير النقل اليوم الصباح باعتبار وأنه كان فما اجتماع مقرر في الوزارة تم دعوتها ليه، لأنه اليوم العشية فما اجتماع مع وزارة المالية، ففما اجتماع تحضيري. الرئيسة المديرة العامة لم تمتثل للطلب متاع يعني سلطة الإشراف ورئيسها في العمل اللي هو وزير النقل. نسمع معز شقشوق وزير النقل. وحقيقة فما مدة فما عدد من الأخطاء صاروا، لكن اليوم تم الإقرار إعفائها لأنها خرقت واجب التحفظ. شفتوا البارحة وثائق تخرج، وثائق وصلت للدارة، دارة تونسير تخرج على الفيسبوك وتخلق ضجة كما شفتوا. هذا احنا مش من علامتها من ممارسات اللي احنا نجموا نقبلوهم، ومن طوم معناتها اليوم احنا كوضعية متاع تونسير تعرفوها صعيبة، لكن في نفس الوقت حبينا أن تكون تركيز كلي على الملفات. وهذا احنا رينا البارح تم خرق للتحفظ وخرق العديد من الاشياء من نواميس الدوله اللي تخلينا نقارو احنا مجبرين على قيام باتخاذ جميع الاجراءات، وهذا هو واجبنا احنا نتحملوا مسؤوليتنا كامله. واليوم معناتها كما حابين نقابلوها تكون معناتها رفضت حتى تكون موجوده في الوزاره. احنا عندنا ملف كبير محلول تعرفوا مقاف تونسير، لكن للاسف معناتها حتى باش تكون مع سلطه الاشراف والتعامل مع سلطه الاشراف بالطريقه المسلمه ما جاتش، وهذا احنا علاش تم اتخاذ القرار هذا. احنا كان عندنا اجتماع في الوزاره نكتب. وعلى برنامج على باش نحضروا الاجتماع اللي هو باش يصير ولا تم اقراره العشيه في وزاره الماليه على الساعه 5. احنا مش معقول اليوم اللي احنا كنا نعملوا اجتماع نحترموا القرارات نتاع الوزاره، وزير كي يقرر باش تم اجتماع العمل لازم نجي نخدموا، احنا ما جايين باش نعملوا ندوه صحفيه بالطريقه هذه. احنا نتحملوا مسؤوليتنا كامله، احنا خدمنا نخدموا في الدوله، الدوله التونسيه عندها نواميسها وعندها تقاليدها وعندها تراتيبها، وهذاك علاش احنا اليوم نندموش على قرارات خديناهم، لكن نندموا على صنيع الناس اللي ما يعرفوش معناتها معناتها الدولة التونسية. الحامدي كنت مركز على فيسبوك مش على الخدمة، في حين أننا كنا نبهنا عليها بضرورة احترام التراتيب بعد لقائها بالسفراء الأجانب. هذايا وزير النقل كنا نسمع في تصريحاته، وزير النقل اللي خرج اليوم الصباح وحمل المسؤولية كاملة لألفة الحامدي بي دي جي تونسير.
احلام باش نواصلوا بعد شويه بالتصريحات. نعطي كلمه لخليل قبل في علاقه بتصريحات وزير النقل. تفضل. وسهلا. واضح هذا الجانب اللي قالته وصلت له. عطيني تبوتين هذا. بالانفصال على الملف النقابي، مانيش نحكيو على الملف النقابي وعلاقتها بالنقابه تو. اللي قالوا يتلخص في جملتين. ثم الخطا المهني الجسيم وهو واقع. انك تنشر وثائق اداريه على شبكه التواصل الاجتماعي، انك تخرق واجب التحفظ، هذا اثنين. اثنين ثم الخطا الاتصال اللي حكينا عليه الناس الكل، وهو انك تخدم في الفيسبوك اكثر من اللي تخدم في الشركه نتاعك. الثالثه اللي ما قالهاش هي انه الفضيحه كان واضحه نتاع 28 مليار ماهيش تتعدى. حكايه العقله اللي كانت تنجم تتفاداها وبشكل بسيط وبخطوات تمهيديه ما نجمتش تعملها. معناتها الان احنا توا في وارد وزاره تعاقب في مسؤول لاخلاله بالواجب المهني لا اكثر ولا اقل. من الناحيه الثانيه كان واضح، شوف خلود. ايه تفضل. من الناحيه الثانيه، هذه الناحيه الاولى، يعني من جهه سلطه الاشراف، خاصه حكايه السفراء هذه، انك تمشي تصور لي مع تركيا ولا تصور لي مع الولايات المتحده، راك تهدد في الدوله. جسوي لانتو شابل، يعني كله عملته هذا تجاه الفيزافي نتاعها. الاخر من ليله الكارتا والرمي كان واضح انه بلاصه الفه الحامدي ستكون على اول مفاوضات بين اتحاد شغل وسلطه الاشراف. خليل من ليله الرمي كانوا في حرب على الامريكان. من ليله الرمي خرجت نتاعك والله يستقوا بالامريكان على كذا. اي فما حديث كبير شكيل حليف الامريكان خارج الناتو، اهم حليف هي الله المرعى. لا بي دي جي وعنده عسكريين وعنده اطلاع. يا خويا فهمني بالمنطق، بي دي جي نتصور مع سفير شبيني انا مسؤول في الخارجيه. لا لا بي دي جي نتصور مع سفير امريكا. فما حديث يا شكيب على انه فما لوبيينغ صاير في الكونغرس في علاقه فيه اشخاص اللي هي استراتيجيكمون وعملت معهم الاستشارات، وفما اسماء ايضا تونسيين في امريكا باش نرجعوا بعد الفصل. هذه كلها الكل باش يحكيوا فيها. هذه لوبينغ امريكي معناه اي تونيزو امريكا واحبابه وامريكا تونسيه. كيما شويه مثلا يحكيوا على رضوان المصمودي مثلا اللي في علاقه بالاسلام والديمقراطيه. الكل نرجعوا بعد الفصل. انتم تسمعوا في 90 دقيقه. مرحبا بكم ليس الكل مواصلين. نحكيو على اعفاء ألفة الحامدي بي دي جي تونسير. سمعنا قبيلة احلام معاك تصريح وزير النقل معاذ شقشوق، باش نمشيو توا الى تصريحات اخرى في علاقه بالموضوع. جوستومون هو وزير النقل كان يحكي على يعني تسريب الوثائق الاداريه او الوثائق الخاصه بالمؤسسات. قال هذه معناتها من جمله الاخطاء اللي تم مؤاخذه ألفة الحامدي عليها. الوثيقه نحكيو بالضبط اللي نشرتها البارح الرئيس المدير العام المقاله على صفحتها بخصوص مراسله بعثها نور الدين الطبوبي الامين العام الاتحاد العام التونسي للشغل في علاقه باستخلاص معلوم انخراط الاعوان العموميين بالاتحاد العام التونسي للشغل بعنوان سنه 2021، وين الاتحاد طلب تسبقه في علاقه بالموضوع هذا اللي يعتبر الاتحاد واني الرئيس المدير العام المقاله قامت بمجموعه من المغالطات بدايه من المبلغ اللي طلبه الاتحاد كشكل تسبقه انطلاقا الى الاصل نتاع الموضوع، وانه ان الفلوس هذه ماهيش راهي فلوس الدوله والا ماهيش فلوس الخطوط التونسية، هي قيمة من المقتطعات التي تقتطع يعني تتنحم الشهري متاع الناس المنضوين تحت الاتحاد العام التونسي للشغل بمعدل 3 دينارات كل شهر. نور الدين الطبوبي اليوم حكي على المسألة هذه في الإذاعة الوطنية، نسمعوه. الوثيقة هذيك لا غرابة معنا السر نبعثوها في كل عام للمؤسسات الكل حسب منشور السيد رئيس الحكومة، وأنه على 3 مراحل معناها الاقتطاع معناها يصير ناخذ جزء أول جزء ثاني وتقع المحاسبة معناها فهمني بقية المبالغ معناها في أواخر كل سنة. ما يسر معناها في المسألة وإحنا ما طلبناش حاجة باش تعطيها لنا كدور هي الخطوط التونسية والإدارة العام للخطوط التونسية، هذه حاجة نتاع منخرطين نتاعنا فهمني في الاتحاد. ثم المغالطة الكبيرة اللي تقول من طلب منا مليارات باش تعرف المصداقيه نتاع كتبت مليارات. صحيح مليارات اسيدي، هي فيها 8000 عامل معناها الخطوط التونسيه. احنا معلوم الانخراط في السنه 36 دينار لكل حد، تضرب معناها 8000 معناها في ال 36 تجي حوالي 280000 دينار مش مليارات. هذا اذا كانوا مخرطين 100% معناها 288 ألف دينار ماهمش مليارات، على أساس أنه هذه التسبقة اللي طلبت هي تسبقة على الانخراطات وتصير مع المؤسسات الكل. باش نعطيك الكلمة شكيب بعد شوية باش نرجع لك سفيان في كلمتين. هل أنه ألفة الحامدي وقت اللي خرجت المراسلة هذه اللي جاية من عند الطبوبي ممضي عليها من عام اتحاد الشغل سي تتسمى صحة موضوع الإقالة نتاعها؟ هذا برشا الناس راهو قالته. باش نلخصوها ألفة الحامدي كانت غشيرة لعبوا بها العباد اللي حطوها،
بمعنى أنها كانت أداة لحرب بالوكالة مع الاتحاد العام التونسي للشغل. في حين أنه هذا هي ما تعرفوش، أما من المفروض اللي وراها يعرف أنه في تاريخ البلاد هذه كل الحكومات اللي حبت تدخل في مواجهة مع الاتحاد العام التونسي للشغل خسرت في مواجهة ذي. حكاية فلوس لزاديرون هي ساعة أوحات بأني وكأني المؤسسة تتكبت في خسائر من وراء الفلوس اللي مش تفعل الاتحاد شغل. هذه فلوس لزاديرون، يعني فلوس الاتحاد العام التونسي للشغل. هذا أولا. ثانيا ما يلزمهاش تقول هكاك، لانه في تقاليد التعامل بين الاتحاد والمؤسسات قاعده تصير، وحكى عليها الطاهري قاعده تصير. هذيك فلوس اللي صبها كل الخدام للاتحاد لقاء الانخراط الشهري والسنوي الطوعي الطوعي، لانه معناها جابتها الروح بلغه اخرى. هذا هذا هو تاكدوا للناس اللي تقول جابتها الروح. شكيب اتحاد الشغل في الاثناء يطالب بفتح تحقيق في تجربه ألفة الحامدي على راس الخطوط التونسيه. شنو رايك في انه ألفة الحامدي تعمل تصريح ضد نور الدين طبوبي، تسرب هذه المراسله الداخليه على اساس انه الاتحاد ماهوش مراعي الظروف الماليه لتونسيخ، في قراءه تقول انه مليارات مطالب بهم الطبوبي كتسبقه، ثم يقع اقالتها. فما فيك نيوز في الحديث. اما حبيت نرجع لموضوع قصه الفيك نيوز، لانه تو الامور زادت تدار برشا. لا مش تو، قلنا شنو الفيك نيوز في الموضوع، لانه تحكي على مليارات. انا كنت اتمنى واحد يبدا بالدقه اللازمه والضبط اللازم يعطيني راه هذا باش يخلي الاتحاد يحصل كذا بالمليم ساعة. يفترض مش مليارات هكاك في العموم، يجي النقابه يقول لك لا مش صحيح، مش مليارات، احسبها باللي باش تحسبها بشرق الحكايه لن تتجاوز 300. هذا نقص من الكريديبيليتي نتاعها. اما ذي عنده خلفيه مرضيه، لان ساعات تحب اللوج على مش ان طونكو بسيكاناليست، اما الى حد ما نتبع عموميات ثقافه عام. هذا يسموه لو سندروم دو سوفور، لو سندروم دو سوفور، اك العبد اللي يقول لك انا جاي لانقاذ حاجه معينه. كي يلقى فما جحود ونكران مرات يخف، ومرات يخرج معناها للغلط، كما عملت شو اسمها ألفة الحامدي في الموضوع ذاك، خرجت للغلط للصراحه، خفت وغلطت وتهورت واساءت لنفسها قبل الاتحاد. قبل ساعه سامي الطاهري نتمنى انه يملك الشجاعه ويخرج يعتذر على اللي قاله على الفيسبوك هو سي محمد بوعون في بوعود في حق ألفة الحامدي، لانه يسيء للاتحاد ولتاريخه ولعراقته كذا وغيره. يعرف هو، يعرف خليل، هو يعرف الموضوع هذا، فيتمنى عليه، لانه فما اساءه كبيره للمراه التونسيه، والألفة الحامدي هتك معناها للعرض نتاعها ولشرفها تقديريه انه يملك الشجاعه يخرج اليوم قل غلط اخطات في حق المراه هذه واعتذر منها ومن نساء تونس. هذا احنا قاعد نشاهدوا في ستاتيو لسامي الطاهري، ما عندوش برشا، قاعد يوضح في موضوع المراسله والاموال، معناها ما ريناش حاجه اللي تمس. لا لا لا، من في حوار هو محمد بوعود ديجا فما دي كابتور في الكومنتير ومنشور كذا يحكيوا على لوكال وغيره، حاجه مهينه رثه تافهه مسيئه برشا للمراه التونسيه. واتمنى على سي سامي الطاهري اذا حب يبقى على المصداقيه نتاعه انه يخرج، انه يخرج ويعتذر. يصير ان واحد يسقط سقطات ولا يخف خفات كي من هذيك، ما فيها باس انه يعتذر ولا تقدير هذا يزيدوا ويزيد الاتحاد ما ينقصش منه. هذا واحد. اثنين، كي تشوف شقشوق مع الشقشوق، راه انا في تونسير تحديدا يلزم كل واحد يقعد معاه وروحه، كي يقولوا كسادتنا الفقهاء بين يدي نفسه، يلزم كل واحد في تونسير فردا فردا راس راس احرار وحراير كما قال نور الدين الطبوبي، يقعد بين يدي نفسه يقول انا ش عملت في تونسير، ش قدمت لها، وش فاش اسات لها، فاش ضريت تونسير، وين المسؤوليه بتاعي، وشنو عليا نعمل باش ننقذ تونسير وتعاود تجنح من جديد. وهذا يشمل الموضوع هذا سي معز شقشوق، مهم انه يخزر للمراه يا ساعه، لانه هو سمى المراه على الاقل بشكل رسمي في الظاهر هو سماه. اثنين، يفترض تتابع تونسير انت وتعرف اللي عليها ديون تجاه الطاف، ووارد انه تصير عقل ما تستناش اسيدي من غير بي دي جي ايش نعمل، يفترض تتابع وتحت على عين منك يصير كل تفصيله في تونسير وتتبعها وتلقى ما يلزم، مش ما تقعش الفاس في الراس كما صار. هذا واحد. اثنين، والجدول اللي صارت مع الطاف يفترض انت تكون اذكى ناس وتكون تفاوض فيها، وعلى اساس انه دخل ديون التونسير في الموضوع هذا. هذا اثنين. ثلاثه اللي حبيت اقوله ونسكر بالموضوع هذا، هي انا ما نشكش في انه البنيه هذه عندها اداره في انه تصلح وانه تجعل معناها تونسير عنوانها الاول، ولكن اساءت في اداره الامر هذا. معناها انا را من الحماقه اليوم تحب تصلح تونسير وانت تصطدم وتشتبك مع الاتحاد عم توصل الشغل
جي هذا جي العقل العبد عندك 13 نقابة يفترض شريك رئيسي في إصلاح يفترض حتى لو تصير بعض أخطاء من هنا وهناك واحد يصبر على الموضوع هذا ويبحث عن مخاطر ما نتصورش هذا واحد لأنها تشتغل بالوكالة الموضوع السيادي موضوع مهم بصراحة هل زيارة السفراء كانت من أحزاب ولا رئيس برلمان اليوم محتاجين عليه في استقبال السفراء وغيره فيفترض فما موضوع السيادي في لقاء السفراء تحتاط وترد بالك لو تعرف السياق التونسي عز المعرفة وحق المعرفة ما تسقطش مثل السقطات هذه أنتوكا فما تراتيب واضحة وحتى اللي ما يعرفش الواقع التونسي يمكن له التقيد بالتراتيب اللي هي أعراف وقوانين وأنظمة داخلية ما نبتيو الزيدة كمان أما نفسه شكيب أنا معك هاي خليل عطيتنا ملف آخر وهو قصور الحكومة على معالجة مشكل المؤسسات العمومية وهو كوزير في وسط حكومة المشيشي عزوا على حل الملفات الكل هذا موضوع ولكن موضوع ثاني ما رأيك كي بكل وضوح في مسؤول إداري هذه في ثقافة الإدارة وتقاليد الإدارة وقوانين الإدارة يستدعى سلطة الإشراف متاعه والاجتماع ميجيش يعمل ندوة صحفية وكأنه هو فوق القانون وفوق الحكومة وفوق الجميع يعمل اتصالات خارجية وهو كأنه فوق الجميع هذا موضوع ثاني أنا نحكي توا على إنسان عندي عمل حتى إشكال من مصدرها بالآف بتاع وزارة النقل أولا تم إعفاء أنا مش ملخص مشكلتها أنا مش ملخص مشكلتها في حاشي تقصير مهني فادح معاه انعدام ثقافة المؤسسة التونسية وما عندهاش تجربة في علاقة المؤسسات بمعنى أنه اللي قال لها برا ابدأ ملف التينيسير من النقابات هو اللي قضى عليها رو. أنا هذا حسب رأيي سوفين ذي الوحدة أنا رو ذي واجب التحفظ وكذا رو معناها ستان ديتاي ثانوي جدا على نشر المراسلة لأنه وإحنا قعد هذا يا أخي مش من المراسلات استخباراتية تحوس في الشارع في هكا ولا إن دونك الموضوع مش غادي الموضوع ذي التعليات اللي نلقاوهم لا المشكلة الأساسية المشكلة الأساسية أنه البنية هذه بور اون فوا أنا شوي كونتون أنه راو نساء نجم يكونوا ناقصين كفاءة أيضا مش لين المساواة في الكفاءة وفي عدم الكفاءة البناية هذه جبناها ونفخنا في صورتها قلنا عليها أن هي المنقذة اعطيناها شريكة كبيرة في البلاد أن ظهرت عدم كفاءة من السوية الأولى مسوي على الاولى ما نظنش اللي جابها وعينها على خاطرها مراه خاطر هما قالوا اللي عندها سي في قالوا هي كفاءه فوق العاده اللي هي كفاءه فوق العاده شعرها حلوين هي جوست جابوا سي في معناها جابوا شخص موالي ليهم باش يخدم لهم مصالحهم اللي هو بيعان التونسير ومش التركي كيما قاعد يتقال وانما لطرف قطري ومعلوم الصفقة معروف واضح خلينا نواصلوا توا في الجانب السياسي نرجينا الطبوبي أيضا تحدث في الموضوع بش نرجع الجانب السياسي أمين عام اتحاد العام التونسي للشغل اليوم الصباح زيدا أكد وأنه فما طرف سياسي يقف وراء تعيين الرئيس المدير العام المقال للخطوط التونسية ألفة الحامدي الطبوبي قال أنه جزء لا يستهين به من قيادات حركة النهضة ما يصفيوش على الاتحاد نسمعوا وهذه اليوم ما جاتش وحدها أنا ذكرت بعد رجعت للذاكرة حتى في حكومة حبيب الجملي إعلامي معروف اللي جابها للاتحاد ومن حسن حظي يعني ما تقابلتش معها وقت نهارتها لا جات للاتحاد وطلبت لقاء وقت يدور بها من منظمة لمنظمة ومن حزب لحزب على أساس كونها تكون معناها وزيرة شؤون خارجية واللي جابها اليوم حتى صاحب السيسانك اللي كان وزير نقل عنده مساهمة في الشيء هذا والطرف اللي معناها ما يصفاش عمره كامل وعنده مشكلة مع الاتحاد العام التونسي للشغل وعنده مشكلة مع كل ما هو تاريخي وما كل ما هو معناها بنية صحيحة في البلاد هذه وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل إلا كل المحاولات للتشويه وفبركة كل الادعاءات معناها الاتحاد معناها محمد أنور معروف زي السابق لا ذاك هو هذاك هو وحركة النهضة تقصد بطبيعة الحال جزء لا يستهانوا به من قيادات حركة النهضة ما يصفوش وهذوك مهمة اللي اليوم تشوف حتى في الصفحات نتاعها
العام البارح للكل ونقول لهم يا جبل مهزك ريح تهنوا من الناحية ذي هل صحيح تونس ما نشعتين هايكم وما نشعتينكم المؤسسات العمومية شكيب نرجو معك مباشرة أن احنا قعدنا نتسألوا شكون الإعلام المعروف اللي يهز ألفة الحامدي يدور بها يعرف بها على المنظمات والسلسلين وكل هالخطر كل مرة باقي نرجو نلقاو فما إعلام في الحكاية أو إعلامي هو اللي بدأ الموضوع كما قال نون زيد معلش ها كوستا غابراس هذا شنو بالضبط يلا لا, لا لا شوف انا ناكد لك حاجه انه اللي صار في تونسير فعلا رفع الغطاء على حاجات معبيه بها القلوب انا ما فهمتش لحد الساعه كيفاش النهضه ما وصلتش تنجح في انه تصفي القلوب مع الاتحاد عام تونس الشغل في انه تربط مع الاتحاد عام تونس الشغل لا زالت الكراهيات قائمه سي نور الدين طبوب يقول لك انور معروف هو اللي يسميها النهضه ما تصفاش النهضه تحب تبيع حكي حتى على الاحتلال وحكي على حكايات حتى كبيره معناها ما يخرق وينتهك ويمس معناها من السياده التونسيه هذه من الاخطاء الكبرى اللي يفترض النهضه تجتمع داخلها وتقول لماذا فشلنا اليوم في انه نعقلنا في أنه ندفيه العلاقة مع الاتحاد عم تشتغل في أنه نتجاوز ممكن مشكلنا ومأزقنا وسوء الفهم وغيره خاصة وأنا من الناس اللي ما يلزمش الواحد ينسى فضل الاتحاد العام التونسي الشغل 2013 خرجنا من مأزق كبير كان ممكن سقف في نهار واليوم الاتحاد يقدم روح والنهضة في بياناتها تقول الاتحاد ومبادرة الحوار وكذا الطرف الوحيد اللي قادر يعدل يخفف يبرد يطفي الحراقة دي نحكموه على الأقل في الأزمة دي هو الاتحاد عم توصل الشغل وتحديدا نور الدين الطبوبي من الأخطاء والخطايا الاستراتيجية الكبرى لحركة النهضة في أنه للساعة هذه مع الأسف لم تقدر على أنه تربط مع الاتحاد عم تشغل وأنه يتصل الود ولا يكون الود موصول بينها وبين الاتحاد تعمل مية كل بام تاعها في علاقتها بالاتحاد ما نفهمش كيش نهضويين اليوم في بعض الصفحات يميلوا مع ألفة الحامدي اللي هي تفصيلة ضد الاتحاد عم تشغل وضد نور الدين الطبوبي معنا حاجة كارثية خطأ استراتيجي لأن نور الدين الطبوبي واليوم بعد الإقالة في تصريحات متكررة باش نسمعوا منها في الزابينج يقول كاريمون قالها النهضة ما تصفيش قالها كاريمون لأنه نور الدين الطبوبي من عام تاع الاتحاد عنده 8000 ولا أكثر نقابة راهو في البلاد ويعرف شنو اللي صاير يعرف عمليات محاولات الاختراق يعرف يعرف شكون وراهم يعرف الأطراف السياسية والاتحاد فيه كل الأطراف السياسية يعرف كل طرف سياسي مش قاعد يتصرف داخل الاتحاد ويعرف اللي النهضة عندها من سنوات عندها رغبة في الاختراق اختراق الاتحاد المشكل وين أنه النهضة تغلط على طول لأنه حتى وقت اللي كانوا تساترة يمثلوا 60% من منخرطي الاتحاد العام التونسي للشغل كانت مواقفهم داخل الاتحاد مواقف نقابية وليست مواقف سياسية خليل كمش اللخص الوضعية ألفة الحامدي وقع التقديم على أساس أن عندها سيرة ذاتية كبيرة جدا اشتغلت على مشاريع كبرى كبيرة جدا أيضا البعض يقول وهمية لهنا احنا ليزونكيت بالحق معناه الانفستيغاسيون مارينيه صارت بطريقة دقيقة ولكن الناس الطرف السياسي أو الأشخاص اللي دفعوا لتعيينها اليوم هل ترى أنهم خليوها به خليوها فرونتال في عركة ومواجهة مع اتحاد الشغل بالتأكيد هو اللي ما نجموش ننكره حاجة أنه التسويق الإعلامي للشخصية سبق إنجازاتها معناتها قبل ما تتحط في تينيسير تم شكون عمل فعلا دورة بألفة الحامدي كشخصية عامة ورشحها المنصب كبير دبلوماسي وصارت عليها أوركستراسيون معينة جميل اليوم اي اللي كاش اللي كاشف بيه طبوبي ما تنجمش تكاشف بيه حركه النهضه كنت تو توجهت لها بالحديث لو كانت تمشي لحركه النهضه تو شي ما تم هذه كفاءه وطنيه ومع البليش ويعينها وزير النقل والكل في وقت اللي هي نفسها شلقت على روحها في ليله الفيديو الاول وقالت راني شهرين وانا نحذر في روحي للشيء هذا واول معناها مهمه قامت بها هي الاصطدام بك المتعاقدين والاصطدام باتحاد شغل تمشي انت من شيره اخرى تلقى تصريحات قياده النظام ماشيه وفي علاقاتهم حتى بالصناديق الدوليه انه ثم التغول للنقابات
أنه البلاد بركت لأن هناك إضرابات عشوائية ذي عودوا فيه القيادات الكل وأن ثم تعهدات راي تتعطى حتى في علاقة بالصناديق يقول له نعملوا الإصلاحات مقابل العمل النقابة ذي نضعفوا من قيمته ونحاولوا نحدوا من سلطة النقابات هذا واضح اليوم حالة النهضة تنجم تكاشف به هذا ما تكاشف تعرفش وقت حالة النهضة تعرف الاتحاد وهنا نقول لك أنا تمشي الاتحاد وكاش قال لك ما يسفاوش يعني حركة النهضة وقت اللي كلات بعضها في 2013 شكون اللي كلم حسين العباسي مش حسين العباسي كلم الغنوشي الغنوشي كلم حسين العباسي قال له أنا جاي مش قابل فقط الحوار تعمل اللي تحب أنت وهذا تكشف في الواحد النهضة كي تلقى روحها في الامباس بوليتيك تتذكر الاتحاد وعلاش سامحني بربي هو حديث يجب تحديث وعلاش في 2013 الاتحاد العام التونسي للشغل تنازل على الموضوع نتاع العنف اللي صار في اطار الحوار الوطني من بعد تنازل الاتحاد شغل وقت شنو هي الفكره علش. الفكره ايقاف حمام الدم والمرور الى انتخابات تبدل الوضع السياسي هذاك هو مشات فيها الناس الكل انا خلود نقول حاجه لو تسمح لو فعلا هي اول مره يظهر لي توجه حركه النهضه بالاسم ورأسا لو النهضة فعلا قلبها والمكتب التنفيذي الجديد هذا وعبد الكريم الهاروني ومجلس الشورى واللي تحب لو فعلا قلبها على الثورة وعلى الدولة وعلى الديمقراطية وضد حاجة اسمها انتشار الشعبويات والعين السخونة والتنسيقيات من مصلحتها تعمل مياكل بانتاحة تجاه الاتحاد هذا واحد واثنين أنه يكون عندنا اتحاد قوي يجمع يتسع باش يضم كل الناس لأنه هو الخيمة اليوم حبينا ولا كرانا شو معنى مياكل با بمعنى أني أخطأت في حق الاتحاد في 4 ديسمبر أخطأت راني أخطأت أني ما وصلتش نضبط الناس في أنهم أساءوا الاتحاد وتوقف اللي قاعد يجري المحاولات اللي قاعدة تجري على مستوى النقابات الأساسية والنقابات العامة مهم هل إقرار هذا مثلا مهيش من البساطة هذه وجود اتحاد قوي جدا راو هذا يمنع الشعبويات والتنسيقيات والعين سخونة وهو الطرف الوحيد اليوم اللي نجم يظفر أمام هالفوضى شكيب الرافية. شكيب هل عندك تصريح وحيد من عند قيادي في حركة النهضة يذم ولا يقول في ربوع حاجة في الاتحاد العام التونسي للشغل لا مستحيل عندك تصريح رسمي لا مستحيل من تدعو الان شكيب لا فما تصريح شوف فما تصريحات من نوع انه على الاتحاد انه يكف عن الاضرابات في وقت الاتحاد يقول لك مانيش مسؤول عن كثير من الاضرابات واثنين فما حاجات ما تخباش لانه فما صفحات وكذا ظاهره توصل اللي فما استهداف للاتحاد العام التونسي للشغل وتحديدا سي نور الدين طبوبي هذاك علاش يلزم الاتحاد كنا على الاقل نحكي على روح مهم المحافظة عليه حتى على بعض أخطائه وعلى بعض الانفلاتات بتاعه لأنه هو المركب الوحيد اللي هو ينجم يخرجك من الضيقة هذه لا أكثر ولا أقل الصفحات اللي يحكي عليهم هشام العجبوني أنا بعتير ديمقراطي في مجلس نواب الشعب يقول أنها الصفحات ستقوم بالنفخ في صورة الفالحامدي وتعتبرها بطلة وأنها ضحية لاتحاد الشغل اللي منحها من القيام بالإصلاحات التي أتت من أجلها كيف نذكروا أنه نرجين طبوبي في تصريحه اليوم في حواره في الإذاعة الوطنية يقول أنه لا علم له بنية إقالة ألفة الحامدي قال ما عنديش مشكلة شخصية معها ولكن القرار كان منتظرا بعد الشطحات التي قامت بها يظهر لي الموضوع حكينا فيه من جوانب الكل وصفحات الكلاسي العجبوني رأي فيها دعوات للانسلاخ من الاتحاد ثم أنه بربي دعوات للانسلاخ ثم أنه بربي البرامج بتاع ألفة الحامدي اللي شهرين قاعدة تعمل تعذر فيهم قبل ما تجي في الاخر ظهر وتبديل باب وتوزيع شوكولاتة اكثر من لقاك شو صار اي لما هو قالوا ما خليتوا لهيش الوقت باش تخدم جماعه الاتحاد والنقابات وصار ضغط النتيجه بدلت باب وعطى طرف شوكولاته ان شاء الله نكونوا اعطينا لي زيليمون دو ريفليكسيون ادوات التفكير والتحليل من خلال التصريحات هذوما المستمعين الكل مازال عندنا تصريحات أخرى في علاقة بالأمور السياسية اللي صارت في الويكان أحلام زابينك تاو الاجتماع الشعبي أو الجماهيري للحزب الدستوري الحر في سوسة البارح كان النقل المباشر بداية على الصفحة الرسمية للحزب ولرئيسة الحزب عبير موسي وفي أول تصريحاتها ومن وسط من فوق المنصة بدأت تقول وتصرح وتأكد وأنه تم التشويش على البث المباشر للاجتماع عفوا للاجتماع الشعبي للحزب الدستوري الحر في سوسة نسمه عبير موسي في العادة بنحن تبدأ عنا تظاهرة يقص علينا الانترنت يعني توا عنا مشكل قصوا البث اللي حطيناه ونعاودوا الاسلوب الجديد ونعاودوا نغنيوا النشيد الوطني ونعاودوا كل شيء ونشوفوهم باش تحسن والا لا خليكم معنا صبركم علينا
مباشرة بعد لفظة الاعتصام اللي كان في مجلس نواب الشعب قبل الوقفة هذه الاحتجاجية، كانت رجعت للخيمة عبير موسي وأعلنت انطلاق ثورة التنوير في كامل تراب الجمهورية، وقالت لشباب حزبها كلمة السر ستكون الالتقاء بالشعب وبكل أفراد المجتمع. في نفس الوقت راو تحذير لتحركات أيضا احتجاجية من عند حركة النهضة ومن عند ناس اللي هما مناصرين للحكومة. هذايا نرجعوا له من بعد شوية في تصريحه. لكن تو خليل، شو رأيك في الـ في الـ في الوقفة الاحتجاجية في ثورة التنوير؟ أنا في اللي فرحان الساعة وماكش مخبي، اللي أنت فرحان اللي صار حضور بالكثافة هذية والتفاعل بالطريقة هذية. مانيش مخبي ونحب نحكي على حاجة في العمق، نحب نأثر اللي قاعد يصير توا، خاطر وقت نقول وقفات احتجاجية اللي يقول هي وقفات احتجاجية من نوعيات اللي فيها استعراض محاور واللي فيها استعراض قوة، صحيح، ولكن ما فيها حتى جرام مس بالحياة السياسية أو بقوانين الحياة السياسية. هذا مهم. أنا اللي شفت ثلاثة حاجات أمس معناتها ميدانيا درت وشفت. الحاجة الأولى من حيث المحتوى ساعة تاع الاجتماع اللي قالته هي فيما يخص كسر العظام بين السلطات هو صحيح والكل نشكيه منه. اللي قالته فيما يخص العجز الحكومة على إدارة الملفات الوطنية والاجتماعية الكل موجود، لكن الأهم في نظري أنا وحسب الحضور اللي شفته هو أن عبير موسي بدأت تعمل في تطبيقات ميدانية صحيحة لقياس واقعية سبر الأراء اللي خرجت، بدأت تكونفيرمي على الأرض أنه سبر الأراء ونوعية التصويت ماشي حاجة خيالية. هذه يزيد يأكدوا سوسيولوجيا أو نوعية الحضور. كي تمشي مثلا ماهيش وين صفاقس وين أريانا وين الكاف، لا، صفاقس تلقى فيها الحنشة تلقى فيها طينة. حزب نجم يعمل انتشار أفقي، وحزب أيضا وهذا المهم النجم يعمل هذاك الكل بلاش ولات ولا معتمدين. هنا نلقى روحي ما بين الماضي اللي مشى والحزب اللي يخدم على المستقبل، معناتها أنا لو ولات لا معتمدين لا قوة الدولة لا لجان يقظة لا شيء، قادر نجيب الشعب التونسي موجود، محاوري واضحة، منافسية واضحين، الناس اللي نتوجه لهم بالدعوة واضحين. هذا هو اللي شفته بصفة عامة. سفيان، المحاور بالنسبة لي كانت واضحة، هل توافق خليل في أنه عبير موسي بدأت تنجح في أن تجسد على أرض الواقع الأرقام اللي راو فيهم في صبر الأراء؟ هو هيت نقوله أنه عبير موسي البارح عملت تظاهرة ناجحة جماهيرية، عملت خطاب شد ساعتين تقريبا وحكيت فيها على برش حاجات صح في التقييم وبرش حاجات غلطة، لأنه كي تعتبر أنه لعبد الكل غلطين وهم أسباب في المشكلة هي وهي أي حتى قيس سعيد هو طرف من المشكل وكذا، وصحيح وهذا صحيح هي، أما فما نقد ذاتي ولا شيء، معناها هي كأنها ما يشترف في الأزمة، كأنها ما عطلتش البرلمان، كأنها ما طلعتش فوق المنصة، كأنها ما جابتش الفرارش في قاعة الجلسات العامة إلى غير ذلك. ثم سايب راو شكون يعمل هكا يعني يلم الأنصار ويقول لهم راني خلط. لا وذاك علاش أنا نقوله، هذاك علاش أنا نقوله، لأنه باش العباد اللي تسمعنا ما تعرف اللي راو اللي تقوله هي راو جزء من الحقيقة وليس كل الحقيقة، وأنا نعطي جزء آخر. الملاحظة الأخيرة هو أنه عبير موسي في الدياغنوستيك كانت خارقة العادة، في التشخيص أيوة. كانت خارقة العادة، لكن أعطيني مقترح واحد البارح في ساعتين ديسكور ما فما حتى مقترح، لأنه الهدف ما كانش تقديم الاقتراحات، الهدف كان التعبة. واضح شكيب. لا أنا مش خلك مانيش شوارعي، وأنا قلتها لك قبل برش اعتبارات وخاصة الاعتبارات الصحية، ونتصور نتمنى أنه اللجنة العلمية اليوم تملك الشجاعة باش تخرج وتحمل هالسياسيين هذوما وعلى رأسهم عبير موسي وغير عبير موسي ونهضويين غدويكا وطيار وحركة شعب وقيس سعيد في خرجاته كذا، تحملهم مسؤولية أنه هذا ينجم يكون اليوم سبب في أنه تستشرى
الكورونا، وخاصه نحكيوا على اللي فاريون جدد هذوما، هل الكورونا الجديده هذه ولا الجيل الاخر من الكورونا وانتشارها وكذا، في وقت السبيطارات مش قادره تستقبل كل الناس، في وقت عندنا ازمه صحيه نتاع الطب نتاع لقاح تو ما جا وغيره. كنت نتمنى انا من اللجنه العلميه تحمل الناس هذوما الكل اللي يلعبوا بالشارع ويعبيوا في الشارع انه هذه مخاطر صحيه، ونحن قلنا الكورونا هذه ومواجهتها والحرب ضدها بدرجه امن قومي، في الناس هذه تخرق في حاجة اسمها أمن قومي صحي في البلاد. أتمنى على اللجنة العلمية، أتمنى تخرج مع ثقة واطمئنان الناس هاللجنة والكفاءتها وما عندهاش أجندة. الجانب الصحي هذا واحد، اثنين وبعد الشارع هذا شو باش يصير يا سيدي؟ هاي عبد قد عندي جاذبية يجوا معايا، راهو صبر الآراء اللي تقراوا فيه راهو صح صحيح، وراهو من هنا الأربع سياسات وهذا مهم، وهذا مهم، هذا مهم في حد ذاته. تعرف على حكاية الأمور الصحية، خلود الأمور الصحية نذكر هي كي أعلنت على انطلاق المسيرات نتاعها بناء على شنو؟ قالت السلطة اللي تعمل لنا في المزير الصحية مش تمشي تعمل مظاهرة لمساندة المشيش، ألور الناس الكلها نتظاهروا واليوم اكدوا ولا يعني ايه ايه غلطين نغلطوا معاهم على خاطر زاده انت قولوا للناس سمعت اذا نظام الحكم هذا يا نهضه كان باش تخرج في 27 فيفري غير الاعتبارات الامنيه سمعني والانحرافات الامنيه راك باش تهدد صحه الناس ايه يا عبيد راك في خرجك للشارع وتلميذك للناس راهو ذيك تكون بؤره من بؤر الكورونا اليوم نرجعوا نعياتها وعباءها انت شوفر لها سرير شوفر لها طبيب يا شكيب يا شكيب اليوم الفاعلين السياسيين حكومة ومعارضات ولا حد يهمه في الشأن الصحي وكلهم يخي يمارسوا كلهم كلهم اي كانه اصبح امر بديهي اما التفكير بيه من وحده مطيشينه خلينا التوانسه ما بينه ما بين الكورونا بينه ما بين الكورونا يدبروا ريوسهم يلا فانتظار تلقيح ربي قدر الخير ربي تلطف بينا شوف كيفاش ندعي بالخير انا خليني نقول ربي تلطف بالتوانسه عنا فاصل ونرجع بعد الفاصل مرحبا بكم رجعنا لكم في 90 دقيقة شكرا على المتابعة مواصلين أحلام معاك فزا بينك الجمعة اللي فاتت الناطق الرسمي الجديد باسم حركة النهضة فتحي العيادي كان في تصريح قال أنه الحزام السياسي الداعم للحكومة وكل من يدعم التجربة الديمقراطية باش يهبطوا للشارع باش يعبروا على دعمهم للتجربة هذية وباش يتصدوا ربما لمحاولات تهديدها من الأخطار كما قال فتحي العيادي قال أنه من المرجح أنه يكون تاريخ 27 فيفري هو التاريخ المبدئي للخروج في المظاهرة هذه اللي باش تنزل للشارع واللي شفنا أطراف سياسية أخرى حذرت من الخطورة متاع التمشي هذا متاع مواجهة الشارع. البارح عبير موسي في اجتماع سوسة علقت على المظاهرة المفترضة لنهار 27 فيفري نسموها شنو قالت وفهمنا انه الناس هذوما ما همش ناويين على الإصلاح وما همش ناويين على الإنقاذ وما همش حاسين بالوضع الكارثي اللي عليه المواطنين واللي عليه الشعب التونسي ما مش حاسين بينا حتى طرف وتزيد الوقاحة متاعهم توصل انه قالت باش نخرج نعمل مظاهرة ضدكم يعني احنا من قبل الاعتصام وقتها قلنا الناس هذوما توصل حكومة غلطة 100% لانه من لا يحسن ادارة اللعبة الدستورية فهو فاشل حتى ولو عنده الحق يتسمى فاشل لانه حتى حد ما هو مسموح له انه يتلاعب بالمصالح بتاع البلاد وحتى حد ما هو مسموح له في اطار عركة شخصية ما بين زيد وعمر يخليه الشعب رهينة هذوما ناس رهنونا ومع هذيك يقول لك تخرج الحكومة وحزامها السياسي وبداوا يبعثوا في المراسلات وباش تشوف الخبيثة نتاعهم قال لك نهار 27 عليه زعما نهار 27 عليه قالوا نهار 27 على خاطر هذيك حاطينها آخر حاجة إذا ما وصلوش حق ورغباتهم ولا دونك الوقفة المضادة نوعا ما تتحدث كيفاش هابتين ضدنا ولكن التساؤل هنا هل حركة النهضة هابطة في وقفة احتجاجية ضد عبير موسي؟ أول حاجة أول ملاحظة لاحظت نورمالمون كي تشتغل باللوجيك السياسي تشوف أنه بعد التحوير اللي عمله سي هشام المشيشي وبعد حذفك الوزارات وحتى وزارة النيابة انتهى موضوع الاحتجاج بمعنى الحكومة هذه أمنت سندها القانوني هذا اللي نفهمه تعويض الخروج هو اللي يخليني نطرح 60,000 بوان دانتروغاسيون ونفهم اللي ثم شوية توجس وشوية خوف مما يحصل
داخل حركة النهضة أو شوية امتحان الذات، على خاطر من المنطقي جدا أن نشوف عبير موسى ولا أي معارضة يخرج يحتج على الحاكم لأنه حزب معارض، أو يحتج داخل البرلمان لأنه حزب معارض. أما وقتش يولي غريب وعجيب وقت السلطة اللي هي تملك الحكم تخرج تحتج على المعارضة اللي ما تملك ما تقدم لها حتى شيء في نهاية الأمر. تشكو مش تكلم أنت كناذا مش تخرج للشارع، تشكو مش تكلم، مش تحكي مع المعارضة، المعارضة ما عندها ما تقدم لك. إذن أنت خارج للشارع يبدو أنه ثم أيضا محاولة لتدارك النفس واستعراض القوة للإحساس بالفراغ اللي قاعد تحس بيه. ممكن سوفيان ماكش موافق؟ مانيش موافق لسبب بسيط، لأنه اليوم من الخطأ القول أنه النهضة في الحكم. ليه؟ النهضة مساندة لحكومة اللي ما يش فيها، هذا هو الواقع، وهذا هو الغريب، وهذا ما يبرر أنهم يطلبوا يخرجوا للشارع. لما اليوم الوضعية غير طبيعية، هذاك علاش نلقاو تصرفات غير طبيعية استثنائية. ثم أنه معناها ما هوش لايق برشا أنك أنت في مظاهرة، في تظاهرة شعبية تقول أنك تنقد في ناس يحبوا يعملوا تظاهرة شعبية. ليه معناها أنت عملت وغيرك يعمل، خاصة أنه كما قلت لك اليوم وضعية استثنائية، النهضة ما هيش في السلطة، مساندة للسلطة فقط. وأنا شخصيا مع كل التظاهرات يلزم يكون شارع فضاء للتعبير الحر الديمقراطي السلمي. هي هذوما مهما قال، هذه امور، هذه يلزم ما فيهاش عدل، امور مبدئيه. 60 سنه علاش عدينا اللي يملك تطلع حكومه، تطلع حكومه واللي يفرض على الحكومة باش تحور وقت اللي تتعارك يا رئاسة الجمهورية ودخلها في هذاك الحيط الكل وما عندوش السلطة. عنده تأثير وما عندوش السلطة. مربع يلزم يلزم نكون واضحين، باش تحافظ على مربع رئاسة البرلمان مثلا. أنا حسون الناصفي يقول لك في أكثر من تصريح، نحن عملنا فيتو على وزراء اقترحتهم حركة النهضة مثلا. راو ضروري جدا، ضروري الحكم مازال على جدا انه 60 سنه التوانسه مبلوعين من التعبير على رايهم انهم يخرجوا للشارع في كل لحظه يحبوها. هذا لا نقاش فيه، ولكن لصالح من، لاي رساله، لفائده من، ضد من، هذاك نحكيو فيه. مش مهم في مرحله اولى باش يصيروا برشا تجاوزات حتى لين تركع. الحوار الوطني والتعطل نتاعو اللي يعتبروه مجموعه من المتابعين انه هو واحد من اسباب الازمه السياسيه الحاليه، بما انه فما جهات ما فيها الاتحاد العام التونسي للشغل راهن على الحوار الوطني كحل ممكن للازمه الراهنه. نور الدين طبوبي، نرجع مره اخرى للامين العام الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الصباح في الاذاعه الوطنيه يقول انه رئيس الجمهوريه ما مشاش في الحوار الوطني ويتحمل مسؤوليته. الطبوبي زاد قال انه الازمه الحقيقيه هي ازمه سياسيه، رغم رغبه البعض انه يحيدوا النقطة هذه الأساسية إلى نقاط أخرى جانبية، وقال أنه اقترحوا هيئة حكماء تكون موجودة ويترأسها رئيس الجمهورية السابق سي محمد الناصر. نسمع الطبوبي. بالرغم من هذه الحلول والمخرجات، مخرجات الجمهورية ما مشاش في الحوار الوطني، ما مشاش في الحوار الوطني، فله ذلك هو يتحمل مسؤوليته. مناش احنا رانا عارضين خدماتنا، وقلنا لا ندعي أننا نملك الحقيقة، ومش هو وحده راه في الحوار الوطني اللي تعط، لأن الأطراف الأخرى الحزام نتاع الحزام الحاكم اليوم اش يطرح لك؟ يقول لك مش حوار اقتصادي اجتماعي، وهي الأزمة الحقيقية اليوم هي الأزمة السياسية. هم يهربوا من هذاك، معناها يحب يهزك المربع اللي يحب عليه. كيفاش فهمت عدم معناها انطلاق حوار من طرف السيد رئيس الجمهورية؟ علاش تفضل انه باش ينطلق الحوار تحت شرفه؟ والله ايش باش نقول لك، ما نجمش ساعات عليش. ممكن فهمه اقوى من فهمي اخويا، من الاستنتاجات اللي خرجت بها انه ثم احتياط، ثم خوف من قد يكون يفشل معناها الحوار، وهذا ممكن نراها خطا، لانه انسان اللي يخاف من اي معناها ما يكونش مقدام ويخاف من اي مبادره لابد اصراره يكون اكثر للنجاح معناها في المسألة. وذاك علاش احنا اقترحنا تكون هيئه حكماء موجودة، واقترحنا لا أودع السر، اقترحنا حتى سي محمد الناصر احنا على سيد رئيس الجمهورية يكون هو رمز معناه فهمني وسطي كذا معتدل.
الطبوب يزيد يأكد أن رؤية الاتحاد واضحة، حتى عندهم أسماء يقترحوها للتحكيم أو ليكونوا حكماء في هذا الحوار، ولكن رئيس الجمهورية هو اللي رافض. دونك هل تبددت أحلامك يا شكيب بأن الحوار باش يصير في أقرب فرصة؟ نجم أقول حاجة بالطبيعة أنه فعلا تبعت الحوار تاع نور الدين طبوبي، وأنه النجم يقول لك عنا نور الدين طبوبي من ذهب. أيوة. وأنا أتحمل مسؤولية بجد مان، ولا أنتظر من نور الدين طبوبي لا جزاء ولا شكورا كما يقول، لأنه فعلا الرجل أولا خطأ كل الناس بما فيهم الرئيس قيس سعيد، وهذا مهم. الشخص يحب يبقى على مسافة واحدة من كل الناس. علاش من ذهب؟ شنو اللي عجبك في كلامه؟ الحوار أنه الاتحاد عم توصل شغل، ما هوش يفك السندكراسية كما يقولوا، لكن النقابية الضيقة، أنه لازال حب يطلع بمهمات وطنية، وهذه السردية متاعه، ويلوج على حلول وعلى مخارج لمثل الأزمة دي. ما عندكش غير الاتحاد، ما تلقاش حد اليوم يتوسط بين الفرقاء والمتنازعين والمتخاصمين ويتداخل بينه بالخير. فما شكون؟ فما راشد الغنوشي تقدم برسالة للرئيس قيس سعيد، والرسالة القات انتقاد كبير من عند النواب. اسمع، يبدو أنه حتى في محتوى كلام الطبوبي مع الرئيس ما فهم وما خرجوه توا، أنه الرئيس رافض أصلا الحديث على تحوير حكومي. الحكومة برمتها تمشي، ووجوده في أي حوار هو رهين ذلك، وهذا معناتها واضح العملية. والاتحاد التو لقى روحه، وعود قالها الطبوبي، قال لك هذه تو تقول لي اقتصاد اجتماعي، احنا في صلب أزمة سياسية، يا تعطيني دور سياسي يا بر مشيو ريقلوا موركم وحمل المسؤولية الناس الكل. أما اسمع حاجة حلوة، نور الدين الطبوبي يبدو أنه الفكرة بتاعه أنه لازال مصر على مجموعة حكماء وعلى رأسهم سي محمد الناصر، وعلى أنه يكون فم السياسي كما قلت، وعلى أنه سبع وزراء يمشيوا يحفوا اليمين ويتم استعفاء وزراء أخرين، وهو أفشى ولا كشف شكيب. ما هو مخفي وقت قال رئيس الجمهورية يحب أنه الحكومة ترحل وراء كره وعاف. ننتظر الشجاعة من عند أي طرف سياسي باش يقولنا الحقيقة، هل هشام الشيشي هو الذي يجب أن يرحل اليوم في نظر رئيس الجمهورية؟ أبسوليما رسالة رئيس الغنوشي راهي فقط باش أنه يدز رئيس الجمهورية باش يرفض الحوار واللقاء الثلاثي هذا. الشيء الثاني راهو الاتحاد ما هوش طالب حد شيء، الاتحاد باش يجيوه كلكو سوا لي كونديسيون. شكرا لك سفيان، مرسي خليل، شكرا شكيب، خليكم على اخبار، وبعد نستقبل ضيفي رفيق عبد السلام القيادي في حركة النهضة.